الصائم والصبر والصحيح. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ادى الامانه وكشف الامه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى نسوا اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما ذكرك ربك فذكرون وغفل عن ذكرك فذكرون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يقول الله سبحانه: ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. اما بعد، لقد عايش النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من المسلمين في عهده في زمنه من الصحابه وغير الصحابه وحتى التابعين وغير التابعين والذين جاءوا من بعدهم، كانهم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا يستمعون إلى مشورته ويأمرون بنصيحته. وقد عرض عن النبي صلى الله عليه وسلم أمراضا وأوجاعا كثيرة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف لهم الدواء الناجع والعلاج النافع بوحي من الله عز وجل، ومما تيسر من البيئة الطبيعية. سبحان الله، كمؤمن أو كمسلم ينبغي لنا نحن المسلمون أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيها الشفاء والخير والبركة والهدى، وكل شيء فيه سعادة وحياة طيبة. القرآن ثم السنة. المؤمن ينبغي له أن يكون قويا معافا صحيحا قادر على عبادة الله عز وجل أحسن العبادة. المؤمن القوي في بدنه وفي عقله وفي إيمانه يعبد الله سبحانه حق العبادة ويشكره حق الشكر. ولذلك نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ما كان يتبع، أشياء بسيطة كان يعملها تعمل على تقوية جسم هذا المؤمن. خير ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستهل به يومه بعد صلاة الصبح وهي التمر. ثلاث أو خمس أو سبع رطب أو تمرات أو حتى تسعة وترا، لأن سبحان الله علميا تم اكتشاف أن أكل التمر وترا فيه منافع عظيمة جدا، تحفظ هذا الجسم من الجن ومن الشياطين، وتقي الذات من السموم من السحر. كما أن للتمر منافع عظيمة وعظيمة لا يعلم إلا الله عز وجل. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم: تمر أو بيت ليس فيه تمر جياع أهله. ليس معنى الجوع تعرفون، ولكن التمر ينفع الجسم، لأن أول ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أن نأكل بعد الصيام التمر. الجسم يحتاج أشياء كلها موجودة في التمر، مكونات كلها موجودة في التمر، وبذلك تقوى الإنسان. أعطاك الله عز وجل تأكل التمر، الحمد لله. لا ينبغي أن يخلو بيت المؤمن من التمر. هذه سنة مؤكدة. المؤمن الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويحب أن يرى نفسه قويا وأهله التمر، لا ينبغي أن يغيب عن بيته. سبحان الله، التمر فيه شفاء عظيم سبحان الله. وكذلك العسل،
قد ذكر الله عز وجل، سنركز فقط على الأشياء إن شاء الله، فقط بعض لقلة الوقت. العسل ذكر في القرآن الكريم، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. العسل فيه شفاء لجميع الناس سواء المسلمين أو غير المسلمين. العسل عجيب يعني، وقد يعرف منا البعض القصة أو الشخص الذي كان صلى الله عليه وسلم يشكو بطن أخيه، لأن أخاه كان يشكو من وجع في بطنه، فوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسقيه عسلا، أن يسقيه عسلا، فسقى النبي صلى الله عليه وسلم عسلا، سقى ذلك الرجل أخاه عسلا في المرة الأولى، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا زالت لفظ أخي توجع أو تؤلمه، فقال له في المرة الثانية: اسقيه عسلا. وكذلك عاد المرة الثالثة قال: لا زالت بطنه توجع، فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك. ثم عاد في المرة الأخرى فقال: الحمد لله قد شفي. هذا يفيد التكرار، لأنه إذا فعلت الشيء مرة واحدة لا تيأس، لأن مع التكرار في حكمة سبحان الله، التكرار يكون الشفاء. وكذلك القرآن، القرآن في شفاء للمؤمنين، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. العسل شفاء للناس، القرآن شفاء للمؤمنين وليس للمسلمين. المسلم والمؤمن تعرفون الفرق، شفاء للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقد سبحان الله قد روي أن بعض الصالحين كانوا يرقون بالفاتحة، كانوا يرقون فقط بسورة الفاتحة، يقرؤون سورة الفاتحة على الماء 7 مرات، ولكن باليقين، باليقين أن الشافي هو الله عز وجل. فقط الأسباب، الشفاء عند الله عز وجل، يقرؤون سورة الفاتحة على الماء ثم يرقونها للمريض فيصاب بإذن الله، فيصاب أو فيشفى بإذن الله عز وجل. الحمد لله، التمر، العسل، القرآن، وكذلك الحجامة. ربما الكثير من الناس لا يعرفون ما معنى الحجامة. الحجامة كانت ولا زالت طبا نبويا عجيبا، واسأل الذين احتجموا من قبل، وقد عرف أن الإنسان كان يحتجب سواء على مستوى المغيث هنا في أعلى الرأس، أو على مستوى الكاهن تحت القفاف، أو في الظهر أو ما يسمى بالأخدعين، لأن الحجامة تعني إخراج الدم الفاسد من الجسم. الدم فاسد هي كريات حمراء ميتة هرمة لا تنفع الجسم في شيء، وقد تؤديه، لأن كثرة الدم تؤدي الجسم، بالأخص في الأيام البيض لما يكون القمر مقتبلا. وهنا أتكلم علميا نبويا وعلميا، قالوا أن في خلال هذه الأيام، الأيام البيض 13 و14 و15 يكون هيجان الدم، والإنسان يكون في حالة وفي أزمة نفسية غير عادية سبحان الله. لذلك أمرنا صلى الله عليه وسلم بالصيام، لأن الصيام تهدئ من روعك. والوقت الأفضل للحجامة وهي 17 و19 و21، لأنه لما يهيج الدم في 3 أيام البيض بعد يومين يستقر. وأفضل وقت هو 17 و19 و21 لكي تخرج الدم الفاسد من الدم. سبحان الله، فيه شفاء عجيب، وكانوا يستعملونه من أجل الالتهابات والروماتيزم وصداع الرأس والقلب والشرايين. سبحان الله، لها أشياء لا تعد ولا تحصى، منافع عجيبة. واذهب إن شئت
الإنترنت والحث عن منافع الحجاب. نريد أمة قوية كي تعبد الله سبحانه حق العبادة، لأننا نريد البصر، والبصر لا ينزل فقط بالكلام. الحمد لله نحن مسلمون، ولكن الكثير من المسلمين فرطوا في دين الله عز وجل، ولذلك حال المسلمين الآن في صورة سيئة، والإسلام ليس في الصورة العزيزة التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لكن بالإخلاص والرجوع إلى الله عز وجل ستعود لنا عزتنا. إن العزة لله، ولله العزة، ولرسوله وللمؤمنين. والإنسان دائما في توبة، في إنابة إلى الله عز وجل، في تضرع بالدعاء. أفضل دعاء أن تقول بين الآذان والإقامة: اللهم أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فقط هذا الدعاء سبحان الله فيه خير كثير. تسأل الله العافية في كل شيء، في الصحة وفي الأهل وفي الوقت والبركة وكل شيء سبحان الله. وإن كما تعرفون سبحان الله الدعاء بين الآذان والإقامة لا يرد، لا يرد. اللهم أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. لا تخسر شيئا، فقط دعاء بإخلاص لله عز وجل. بعد الصلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نريد مؤمنين أقوياء، رجالا يفتخر بالله عز وجل ونفتخر بهم. لأن إذا رجعنا إلى التاريخ الإسلامي وجدنا أن أمة الإسلام كانت ضعيفة جدا، ولكن بفضل الرجال تمكنوا من النصر. الحمد لله النصر قادم، والنصر وإعلاء كلمة لا إله إلا الله في كل العالم بتطبيق شرع الله عز وجل، نطبقه نحن كمسلمين. إذا طبقناه فالآخرون سيطبقون بدون حرب ولا قوة ولا فرق ولا شيء، فقط بالحكمة التي أحسن. سيعرفون أن دين الله عز وجل هو الدين، والدين واحد. إن الدين عند الله الإسلام، ليس هناك أديان كما يقولون، فقط دين واحد. نحترمهم في اعتقاداتهم، ولكن ندعوهم إلى الله عز وجل بحكمة وبموعظة حسنة، والله سبحانه سيهدي من يشاء. لكن أيها المؤمن تكون أنت القدوة، أنت ذلك النور لكي تخرج صديقك أو زميلك أو من تعرف من الظلمات، من ظلمات الكفر والشرك، إلى نور الإيمان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويقوينا وأن يهدينا ويهدي بنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، فاستغفروه إنه هو الغفور.